في منتصف الشهر المقبل تقفل مستشفى سيدة لبنان بأسرتها 130 وموظفيها 430، ولربما تلحق بها أكثر من 20 مستشفى خاص في لبنان. هو قرار لا رجعة عنه بحسب أصحاب المستشفى إلا إذا حصلت أعجوبة، فالضائقة المالية التي يمر بها الجميع هي نتيجة إهمال وتراكمات وسوء معاملة من قبل الدولة للقطاع الصحي برمته. موجودين بالأزمة الصحية، بس نحن ما فينا نكون موجودين بأزمة مالية اللي ما حدا منا في يحملها، ما حدا في يحملها. القرار قرار عند الدولة، خليها الدولة ترجع تعيد حساباتها، خليها الدولة تشوف التعريفات اللي صار لهم 15 و20 سنة ما تغيروا، خليها الدولة تبلش تعمل إصلاحات تيقدر يصير في أموال تكل واحد ياخد حقه. أمام تهديد بغنى عنه لبنان في ظل أزمة كورونا، قررت الحكومة البدء بدفع جزء من مستحقاتها للمستشفيات والمقدرة ب 2200 مليار ليرة لبنانية، 450 مليار جرعة صغيرة بحسب نقابة المستشفيات الخاصة، تمكن المستشفيات من الاستمرار أسابيع ولكن لا تحل المشكلة الأساسية. ما بتنحل بدفعة واحدة، هذا عمل متواصل، مثل ما نحن منحكم بطريقة متواصلة الدفع بده يكون بطريقة متواصلة، ولكن هذه كان ضرورية دفعة كبيرة لحتى نسد قسم من العجز يلي نحن واقعين فيه بالوقت الحاضر مع المستوردين مع معاشات الموظفين. لعل أكثر ما يفاقم من أزمة المستشفيات هو أزمة الدولار مع وجود أكثر من سعر صرف للليرة اللبنانية وعدم القدرة على إجراء تحويلات إلى الخارج بسبب قيود المصارف، وبالتالي لا صيانة ولا معدات جديدة ومستلزمات طبية تضاعفت أسعارها، بالإضافة إلى عجز الدولة عن سداد تكاليف استشفاء مواطنيها، مشاكل لن يكون حلها سهلاً في بلد يتخبط بالإفلاس. أمام حلول مؤقتة لن تسلم العديد من المستشفيات الخاصة في لبنان من الإغلاق، فالأزمة ليست وليدة اللحظة ولا بسبب كورونا، إنما هي نتيجة تراكمات وأهمال عانى منه القطاع الصحي على مدى سنوات. من أمام مستشفى سيدة لبنان، ليلى خليل، الغد، جونيه.